السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف حوالكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بحول الله جينا نديرو واحد الحلوة غاليط، كتجي زوينة، كتجي رائعة، وكتجي مقرمشة وكتذوب في الفم. لهاد الغاليط هادو كنحتاجو زوج بيضات، كنحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة ما عامرش، وكنحتاجو واحد المعلقة ديال العسل. انا عندي هنا العسل الحر، ممكن يكون العسل العادي ماشي مشكل. هنا عندي جوج خمارات، وحده فاني، وقبيصه ديال الملح. انا هنا كاضافه بغيت نضيف، عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الزنجلان، وعندي نص معلقه صغيره ديال النافع مدقوق. الدقيق كيبقى على حسب الخليط شحال غادي تدخل لينا. المهم انا عندي هنا 500 غرام، وغادي نشوف واش غتشيك ليا اولا غنزيد. نبداو دابا على بركه الله. هنا البنات اول حاجه غادي نضيف البيض، وغادي نضيف سنيدة، وغادي نضيف قبصة ديال الملح والفاني، صافي نخلط هاد البيض والسنيدة مزيان. نضيف هنا البنات الزنجلان النافع، ونضيف ملعقة ديال العسل، هاد العسل البنات كيعطيها هذاك اللون الذهبي. وكيعطيها حتى قرميشة. صافي، وغادي نضيف الزيت. شتي البنات فاش ضفنا العسل عطى داك اللون الماغون. نحركو مزيان البنات، ندمج لينا العناصر كتولي على شكل بوماد. انا كنحرك غير بصباعي، صافي البنات. وغنبدا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه البنات، عمركم ما تضيفوا الدقيق مره واحده، حيت كل دقيق النوعيه ديالو. وهنا نبدا نضيف الخمارات،
صافي البنات. غادي نبدا نجمع الخليط وانا كنزيد الدقيق حتى يتجمع ليا الخليط ديالي. صافي البنات، من بعد ما جمعت العجين ديالي، العجينه البنات تكون شويه رطبه باش منين تجيو تكوروها تكور. جمع ليكم على هذا الشكل. صافي دابا غنخليها ترتاح شويه غير بيد ما نغسل يدي ونجمع البلاصه ونرجع معكم. صافي البنات، هذه دابا هي العجين ديالي، غادي نكور فيها. هنا وجدت الطاوه ديالي، درت فيها ورق ديال الطبخ، وهنايا خديت شويه ديال الزيت نستعن به باش ما تلصقش ليا العجين في يدي. صافي وغنبدا نكور العجين ديالي على هاد الشكل. كورها البنات ونضغط عليها شويه هكا. صافي ونوضعها في الطاوة ديال الفرن. نتوما البنات الا بغيتي ديرهم كبار، المهم الشكل كيبقى على حساب الرغبه. بغيتي ديرهم كبار، بغيتي ديرهم صغار، انا بغيت نديرهم متوسطين. كتجي البنات بنينه، دواز اتاي الفطور الكوتي شي عراضه هكا مزروبه هذا هي كتوجد. هانتوما البنات، ونحاولوا البنات نبعدوا ما بين الكره واختها على حساب ضغط النفخ لينا في الفران. على هكا البنات نخليو اتساع شويه بيناتهم. صافي البنات، غنكمل الكرات ديالي ونرجع معكم نبغي ندخلهم للفرن. صافي البنات، انا دابا ساليت الطاوه ديالي. هنا دابا غناخذ، خديت واحد صفار بيضه وخديت راس معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، وغادي نضيف شويه ديال الخل باش يحيد ليه الجهد ديال البيض. صافي وغنخلط هذا الشيء وغادي ندهن به الكاليط ديالي. هذا الكاكاو البنات كيعطي اللون زوين على القهوه، كيجي اللون ديالو زوين. حتى القهوه حتى هي ممكن، غير هذا كيعطي اللون شويه غامق. هذا الشكل البنات مزيان. غادي نبدا ندهن بهذا الشكل. صافي غنبقى مستمرة حتى ندهن الكاليط كامل. ودابا البنات غادي نبدا نرسم عليها خطوط على الشكل اللي بغيتو، ممكن ديرو هكا. هانتوما البنات، اولا هكا. هانتوما البنات عاوتاني هكا هاد الشكل، كيجي على شكل مربع هكا. هانتوما
نتوما ليكم الاختيار على الشكل اللي بغيتو. انا دابا غنبقى مستمره على هذا الشكل هكا، ندير انا شكل زائد البنات. صافي غادي نبقى مستمرة على هذا الشكل. صافي البنات دابا من بعد ما كملت الطاوة ديالي على هذا الشكل هذا، انا زوقتها على هذا الشكل، غادي ندخلها دابا الفران اللي سخنته شوية من قبل. طيب ليا من التحت من هنايا وعاد نشعل عليها من الفوق، ومن بعد ما طيب لينا الكاليت ديالي غنشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي ديال لي كاليت، شوفوا ها هما كيجيو غزالين محمرين، شهوه منهم هانتوما البنات، كيجيو وكيجيو مقرمشين هانتوما البنات، وفي نفس الوقت كيدوبوا في الفم، كيجيو رائعين البنات، ساهلين الوليدات الكوتي شي عرارة خفيفة ديال الزربة دغيا دغيا كتوجد. وإلا عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش تابوناو في القناة وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.